سلطانة؟ أنا كان لازم أتخلص منك من زمان، أنت اللي سممت عقله لعثمان، أنا متأكدة. أستغفر الله سلطانة. أنت لازم تحكي معه وتمنعه، أنا ما رح خليه يقتل محمد لو شو ما صار. أكيد أنا رح أحكي مع مولانا يا سلطانة، أصلاً حضرة المفتي ما أصدر الفتوى، وبهي الحالة مستحيل إنه ينعدم. لا بيعملها، لأنه هو معند. يلا بسرعة روح حكي معه. سلطانة ما خليت مكان وأنا عم دور عليكي. شو صاير؟ مولانا أخذ فتوى من القاضي العسكري ليعدم الأمير، هو مصمم إنه يعدمه. روحي شوفي ما في وقت. جنات الجواب. كل أمير يخرج عن طاعة مولانا السلطان ويحاول إثارة الفتن والتمرد، من الواجب قتله حرصا على نظام الدولة. بعتوا خبر لمحمد. أمرك يا مولاي. سمو الأمير، مولانا السلطان طالبك. خير شو بده؟ يعني ليش طالبني؟ سمو الأمير ما عندي فكرة بنوم. سمو الأمير، مولانا بيكون عم يستناك هلأ. شو في يا مولاي؟ ليش بعتت وراي؟ عود هون يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. تتذكر أول مرة رحنا فيها على الصيد يا محمد؟ أي يا مولاي. ليه؟ أنا وياك كنا وقت أولاد صغار، ما كنا منعرف شي من مشاكل الدنيا وهمومها، ما كان عنا أي مسؤولية. وقتا كنا عايشين تحت جناح السلطان الله يرحمه ويحسن إليه. آمين. كنا عم نلاحق غزال هذاك اليوم. السلطان سدد السهم عليه وكان على وشك إنه يصيبه لهالغزال. فجأة سهم تاني بيصيب الغزال. السلطان كتير عصب. بعدين جابوا للي ضرب السهم، قام طلع واحد من الخدم تبعنا قال له لأبي إنه ما كان منتبه لوجودنا. طيب شو جاب هالسيرة هلأ على بالك مولانا؟ السلطان وقتها قطع راسه دغري للزلمة. من دون ما يكمل كلامه قلت له ليش عملت هيك؟ قال لي أنا السلطان وما بسمح لأي حدا أنه يقرب على أملاكي. قلت له طيب الزلمة ما كان بيعرف ولهيك أطلق السهم على الغزال؟ هو أكيد ما كان بيقصد. قال لي الغزال مات مو؟ قتله ولهيك لازم يتعاقب على هالعملة، لأنه ممكن هالسهم يصيبني أنا أو واحد منكم لا سمح الله. مولاي أنا بحلف لك إني ما حطيت عيني على شي بتملكه بالمرة. بيهون عليك تفرط فيني ولا نسيت الوعد يلي وعدتني إياه إنك ما رح تطير ظهرك لي لو شو ما صار؟ عود. وفيت بوعدي يا محمد، بس انت لي ما وفيت. بعدو عملكم بعدو تركني تركني. عثمان عثمان بعدو عني، تركوني تركوني وقفوا، تركوني بعدوا عني.
عملتكم اتركوني يا حقرة، اتركوني بعدو. عثمان لا، عثمان عثمان اتركوني اتركوني بعدو عني. عثمان عثمان أنا بطلب من رب العالمين تنحرم من الراحة مثل ما حرمتني من عمري، وإن شاء الله ما بتتنى بحياتك أبدا يا عثمان.
يا عمري انت. بعد أن فرطت بأخي بأحد عشر يوماً، بدأ الثلج يتساقط فوق أسطنبول ولم ينقطع أبداً منذ عدة أسابيع. إنه شتاء قاسٍ لدرجة أن السماء كأنها قد نزلت على الأرض وضاعت ملامح مدينة التي أحلمها. البعض يقول بأنني سبب هذا الشتاء الأسود، وإنه ثمن الذنب الذي اقترفته، لأنني أعدت أحياء قانون قتل الإخوة بعد أن كانت منتهية، وأشعلت النار بعد أن كانت قد خمدت. أظن أن الله قد لعنني والآن يعاقبني. هل أنا أستحق؟ أو أن رب العالمين يمتحنني بهذا البلاء؟
أنا عثمان، السلطان عثمان. في هذا الشتاء القاسي تعرفت على الحقيقة. لقد عرفت أن السلطة صرخة تجمد قلب الإنسان وتخمد صوت الضمير وتصم أذنيه عن سماع الحقيقة. أنا عثمان، في اليوم الذي فرطت فيه بأخي عصفت بقلبي عاصفة ثلجية، عاصفة قوية تقودني إلى قدري المحدود. مولاي، واضح أن السلطان قسم موجود جوا. إذا بتحب حضرتك فينا نجيب وقت تاني. مولاي، أنا ما إلي قيمة عندك بنوب، وخصوصا قدام عثمان. ومين قال لك إنه مالك قيمة عندي؟ أنتوا كلكم بنفس الخلاوة، أنا بحبكم كلكم. أنت ما بتحبيني أمي، اعترفي. أنت مو شايفة إلا عثمان وبتحبيه أكثر من الكل. برأيك هو أفضل منا كلنا، هو أشطر واحد بدروسه وأقوى واحد بالمبارزة وبيسمع كلامك دائما، حتى أنه هو بيحبك أكثر مني، ما هيك؟ مثل كأنه أنا اللي من أم دانيا مو هو. انتي كمان عم تفكري مثلهم، ما هيك؟ مفكرة انه هالشتوية القاسية انا السبب فيها، واكيد عم تقولي مثلهم انه الله عم يعاقبني لاني قتلته لاخي. طيب انتي مالك ذنب ابدا؟ انت اللي خليتيني اقتله مشان تديري مجلس الشورى وتحكمي الدولة مثل ما بدك. لازم تعرفي انه موت اخي انت سببه الرئيسي. ما تركتيلي اي خيار تاني يا امي. لا بقى تقلي امي من بعد هلا. مانك ابني ولا بعرفك، انت حر باختيارك لطريقك، بس حط ببالك اذا بتقرب على اي حدا من ولادي او بتقرر مصيرهم مثل ما قررت مصير محمد، انا يلي رح اقتلك بنفسي يا عثمان. بالوعد اللي وعدتك اياه.
سلطانة